الأجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات في شوطنا الثاني في جزء الثاني من علامة 1650 مترا. التقدم في هذه اللحظات لمهد الذهب ومحاولات الآن من الخارج لمثيل الآن في المركز الأول، المركز الثاني لمهد الذهب، المركز الثالث على ما يبدو في هذه اللحظات لأشقر فهد في المركز الثالث في هذه اللحظة. التقدم الآن أشاهده للايد الآن من الخارج، المحاولات مستمرة للحفاظ على المركز الأول لمهد الذهب، التراجع للمركز الثالث لمثيل الآن، التقدم الآن للايد لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز في الظهور الأول للايد مع محاولات من الخارج الآن لسبعة خاطف الأضواء في هذه اللحظات في المركز الثالث، والتقدم المستمر المحاولات من عادل الفريدي للحاق بالمقدمة. لايد الآن بقيادة محمد الدهان في المركز الأول، المحاولات لمهد الذهب للحفاظ على المركز الثاني في هذه اللحظات، الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظة، المحاولات من الخارج تأتي الآن لخاطف الأضواء مع محاولات للايد الآن للحفاظ على المقدمة والمركز الأول، المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم. التقدم لمحمد الدهام الآن عن طريق لايد ابن الحراق في المركز الأول في الظهور الأول لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، المحاولات تأتي من خاطف الأضواء الآن في محاولة في المركز الثاني، إنما لايد في الظهور الأول له مستوى متميز ما شاء الله تبارك الله لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز بن الحراق المركز الأول بكل قوة وبكل اقتدار المركز الثاني.